هاي الخيام بتحمل في داخلها قصص، بتحمل في طياتها حكاية، حكاية ناس بيتكلموا كلياتهم بألم وبخوف وبحسرة عن تلك اللحظة، لحظة الزلزال المرعب اللي أصاب مناطق شمال غرب سوريا. هاي الخيام بتحمل في طياتها قصص حكاية شعوب، كيف الشعوب العربية وقفت مع المنكوبين في سوريا. ألف الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يحفظكم. الحمد لله اللي الله عز وجل طلعكم بخير وسلامي وغيره كله هين. الحمد لله. معلش. فقدنا مرت أخوي وابنة وأخويا اللي قومي في الأرض عفكوه بحفظوه مكسور ظهره أجري، وأنا في رد في الجمجمة في راسي وفي حوضي وخضابي الدمع بينزل للسبعة، والحمد لله مو من الله أنا رضي، يعني الحمد لله على طول رضا. الحمد لله رب. ألف الحمد لله رب العالمين. احكي لي عن هديك اللحظة. نايمة أنا أولادي، جوزي مريض صمامات القلب، متشطحين بالفرشة، بالساعة 4:16 دقيقة إجت الهزة، 4:17 دقيقة كانت نزل بناي فينا، ما لحقنا نقوم، نزلت البناي فينا، ضلينا من الساعة 4:30 للساعة 8 اللي طلعونا من تحت سقف، الحجر كله مغطي راسي وراس أولادي، سمعت صوت أولادي وبعدين غابوا عن الوعي، وهلأ جوزي أخذوه على تركيا، ما بتوقع إيش شعوري بهالطبة، الله لا يدوق الإنسى. ألف الحمد لله على كل حال. أخوي صح لي من بيته وأنا أصح له يا خاي، هو يقول لي سمعانك بس صوتك غميق، أنا قال له أنا سمعانتك صوتي غميق. نزلتوا أنت البناية فيها أنت وأخوك والكل؟ كلياتنا هبطت فينا، ضلينا من 4:30 للساعة 9 لطلعونا. ضليتوا ما يقارب 5 ساعات إيه. تحت الأنقاض وأصيح يا محبين الله أولادي، يا محبين الله طلعوا لي أخوي، يا محبين الله سمعانتهم عم بيصيحوا بس ما عم بيحسنوا يطالعونا، لأني قال في هزة أرضية، الخلق صارت ترقد سمعاني كل شيء، انا بس اولادي ما بقى اسمع حسون. هي ضلت، هي ماتت امها وابوها، هاي البنت هديك بنتي اللي تصوبت، هي ماتوا اهلها، ايه مات ابوها امها. مرحبا يا حلوين. الو اهلين عمو. كيفك يا عمو؟ بسم الله ما شاء الله. كيفك يا قلبي؟ منيحه؟ ايه. ايش عم تاكلي؟ ني. يا سلام، اطيب طعميني معك. طعميني 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 يلا طعميني وحدي. كيف وضعك هلا؟ منيحة إن شاء الله؟ الحمد لله، بس إجا عم توجعني. إجيك عم توجعك، عليك العافية إن شاء الله. يلا يومين ثلاثة إن شاء الله بتقومي، ما فيك شيء؟ إن شاء الله. احكي لي شو اللي صار؟ ما فجأة كنا نايمين، صحت لها ماما هزة، قال إيش فكرنا؟ أول شيء كانت خفيفة، إنها مثل أول معلاتها، شفتوا عاد تجي، بعدين صارت تروح هيك وتجي، هسا عم نقول الله أكبر انطبت. طبت البناية فيكم؟ إيه، أمي حضنت أخوي الصغير وأنا حضنت أخوي الجنبي. أخذناها لأكلناها أنا وأمي أكثر شيء، أخواتي ما ويت لحسان، نصح لهم نصح لهم بالزور إنه اللي طالعوا أخوي هذا الصغير على نفس واحدة طالعوا بالزور، بس الحمد لله بعدين طالعوا خالي الحمد لله مكسورة فقرة بظهره الحمد لله وكل شيء تحته الحمد لله. هي بنت خالك اسمها فاطمة. الله يخليكم يا الله، ديروا بالكم عليها، بدك تدير بالك عليها ما هيك؟ ايه اختي. صليت من سنين بهجول، لا عندي رجال ولا عندي بيت، بدي حطيت دم قلبي لعملتها العماره بس من دون صبي، جيت جبت شادرين بدي احطهم علي، ام الله قد حكمه هلا للارض صارت هالعماره، صبرا جميل وبالله المستعان، انا عندك من اولاد. حجي الاولاد ما الاولاد الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله اللي جرى علينا ما يجري على اي مؤمن صابنا والحمد لله.